يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة من سوء المأوى يوم القيامة، ونأمل بها الفوز بالنعيم المقيم في جنات العلا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من عذاب النار. آمين آمين آمين. فاللهم كما اجتمعنا هنا فاجمعنا في جنتك، اللهم كما اجتمعنا هنا فاجمعنا في جنتك، اللهم لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم لقائك. اللهم ارزقنا شربة من حوض نبينا لا نظمأ بعدها أبدا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك سبحانك. أحبتي في الله، حديثي إليكم في خطبة الجمعة اليوم عن ظاهرة لم يسلم منها أحد، ظاهرة اجتماعية خاطئة تستحق الحديث والتنبيه والتحذير، من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، ومن باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. نهار إن شاء الله للخطبة يسر خجن ظاهرة، ظاهرة اجتماعية إجن ظاهرة وزيسين جمرة ذي الجنسوم الزينسوم قران سمغا سواريا سوني غاي جسوني غاي جيشة. إجن ظاهرة اجتماعية خاطئة، هذه الظاهرة عمت في أوساط المجتمع، وهي ظاهرة التهافت على الديون والقروض. السورة تهافت الديون القروض، المسارعة إلى الديون، والمسابقة إلى الاستدانة وطلب القرض والدين. السور خجن ظاهرة أمارواس. والحديث عن هذه الظاهرة لا أعني به والسور بخني عذرا لحاجة ملحة أو لضرورة طارئة استدان من أجل العلاج، أو من أجل كشف كربة، أو من أجل كشف غمة. والسور بخني تياترا يتحيت ترى مارواس نيغيقا مارواس خم دكر الناس محند أدي سلك تنفس شتنس أديار ني غادي يعالج تنفس شتنس ني غادي يعالج ويجن غاس دي هدا ني غادي يعفخ في النس ني غير مراش إينا وخاص نسي ورشا، لأن إني تتنا مارواس نشين غان أصناف. المستدينون ليسوا سواسية، بل هم أصناف وأنواع. صحابي ماروسين يتقني ماروس والزنا ماروس الماركاف أنواع. من الناس من يستدين لأن ربعاضني وذن يتقى ماروس وهو يعلم من حاله ودخله أنه سيسدد ما عليه من دين، يصنخ في النس من يربح، ويصنخ في النس من دي السذاف، ويترى مروس ويصند يرى مروس. صنف آخر من الناس يستدين وهو يعلم من حاله ودخله أنه من المستحيل أن يسدد، يتقى مروس وانت يصنز في النس من دي السذاف ومن يربح، ويصن أنه يا مروسي غيق ويزمارة يار
وخيا مني تحت جماروس يعني ذي جماروس ذي الشباب وقرني استمازيخ تنق منهم من يستدين وهو لا يدري هل يستطيع إيفاء هذا الدين أم لا هذه جماروس ولكن ويسنخ في النس ما ثيار ما وثتارشة وكذلك الناس يتفاوتون حسب حاجاتهم منهم من يستدين من أجل الكماليات ذن ربعاض غاس لبس خاس غاس ولكن يتقمر واسمح لديبان يتقمر واسمح لديبان جاري وذني لقي قشت حشت سبحانت وانت وارث غاس طنو بنقت مليح وخيا من ذي قمر واسدي سشن طنو بنحسن زي هني غاس هذه قمر واسمح لديب درقش نتداث وانت في غنى ما حد ذي بدرقش نتداث يتقمر واسمح لدي سخ التليفون والتليفون نغاس يخدم من أجل الكماليات والمباهات فقط من أجل الكماليات ومن أجل المباهات وليس من الضروريات يتخسى ديبان أحد ساقيخ في النزق ماروس أطح تاظر ما حند تحت قدفين ذقاف طنط فقرين النس القرار وانت وغسم زغتار في الشفار والشاء ما حند أثبان جارتي قرين النس وقس على ذلك ونشين توارا تسلوسا أرلوسا تلفزيون ار تلفزيون مع انه هو غاس يعني قفي غينا خمنا يمار قفي غينا خمنا يمار بل بالعكس تفذ بنادم يعطر غما حنا ندير حديث الساره وانت يصني لي ماروسني محرمه يا احبتي في الله حديثي اليكم في هذه الخطبه عن ذلك النوع الذي يستدين وهو يعلم من حاله ومن دخله أنه من المستحيل أن يرد ذلك الدين وذلك الصنف الآخر الذي يستدين وهو لا يعلم من حاله هل يسدد ما عليه من دين أم لا لأن الأمر جلل والخطب عظيم إذا استسهلنا أمر هذا الدين وقللنا من شأنه الشين تزدغان غمانين توارث عادي أذق غمار واس عادي أضاذر خم دكرين عادي أضاذر خربونكو عادي أضاذر خلوكال القغس عادي أقا خدم غقيس شهريين وشدار غمار واس عادي استسهلنا أمر هذا الدين وقللنا من شأنه فهذا الأمر جلل وخطب عظيم كما قلت لكم أحبتي في الله لما يترتب على ذلك من آثار لا تحمد عقباه ولخطورة هذه الظاهرة هذه الظاهرة ظاهرة الاستدانة وطلب القروض الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أمر بكتابة هذا الدين وتقييده وتوثيقه حفاظا لحقوق الغير وذكر هذه الآية في أطول آية في القرآن من سورة البقرة وابتدأها سبحانه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الله سبحانه وتعالى زي خطورة الدين زي خطورة ومارواس يقرش رح تعرف أعرف كيس وقع كيس فير مارا كيس لقد بشي داس انهارت بشي داس تيو الشفر مارو كيس تريد تيو الشفر ويش الشين كارشين قواليت بشي دشا تيو الشفر ويش الشين كارشين واش السينة تيو الشفر ويش الشين قاش كوشيينة قاش عمس واش الزريق موزخ في التغذر في الباطل ولكن أخمني كيس تاري تير تسجيرينس وغسمني غيارور ولهذا الله سبحانه وتعالى إن شارث كيس فاكتبوه يقول ابن العربي في أحكام القرآن معلقا على هذه الآية قال هي آية عظمى في الأحكام هي آية عظمى في الأحكام مبينة جملا من الحلال والحرام ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول هذا إرشاد منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات يقارش وديج الإرشاد ديج البيان ديج الهداية زي ربي سبحانه وتعالى العباد أنه ما نتغط معاملا جرسن شل المعاملات مؤجلة يعني رق وشغير أشك شخص سرعة ولكن أشك تسغون بعد أشك شخص تمنيات ولكن رغم بعد شنت دار فديج الإرشاد يسبينا الله سبحانه وتعالى إني تعامل جرسن معاملات مؤجلة
المسجلة أن يكتبوها. لما؟ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر آية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أحبتي في الله، لخطورة الدين الذي قللنا من شأنه واستصغرنا من عظمه، كان قضاؤه مقدما على الوصية وتقسيم التركة على الورثة. الدين مروس قبل أثار رسخ من يتمتع قبل ماذي فقوى قرى النسخ الورثة النس يتعلق زيز حقوق خمسة، وزي الحقوق يتعلق زي المال الموروث زي المال الهالك والنيم مثل خمسة الحقوق. حقوق عينية ما تعلق بعين المال كالرهن والعارية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تجهيز الميت وتكفينه وتدفينه من مال الميت ثم بعد ذلك الدين المطلق، دين الله ودين العباد. ثم بعد ذلك الوصية بمقدار الثلث. ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة. إذا تزاحمت الديون، دين الله ودين العباد، ما رد زحمة الديون خوني مثن تغذيس الزكاة وتسفر شا وتغذيس مار وصغي وذن وثيار ريشا سمين زغن السزار ذني تتي ما نسفر الزكاة اللي هو حق الله سبحانه وتعالى أتفني وذني ستاس وسنت قيمشا تزاحمت وسنت قيمشا مدس غنار يوذان. في هذه الحالة تقدم ديون العباد على ديون الله سبحانه وتعالى. ميمي قانش أهل العلم أن دين الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، مبني على العفو والغفران، فإن شاء عذب عبده وإن شاء غفر له، دخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما دين العباد أمار وسيدي نجارج دوم دكرنش جارج دوجارنش بوحانتني جارج دوني تمعامل دي التجارة جارج دوني كي يخدم دي الإدارة، فهي معاملة قائمة على المشاحة، على المخاصمة، على النزاع، على الشقاق، على الفرقة، على التمزق، فهذه تؤدى قبل دين الله سبحانه وتعالى في حال المزاحمة. كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة. عباد الله، المتأمل في حالنا وما آل إليه أمرنا من نزاعات وصراعات وشقاقات وهتك للأسطار وفضح للأسرار غالبا ما يكون مرده إلى هذه الظاهرة، ظاهرة التقليل من شأن الدين، اليوم وغد وبالأمس كنا قد فرحنا مع أحبابنا وإخواننا وأصدقائنا وخلاننا إذ نطوى انفحكي مدكرن انفحكي أحبابنا انفحكي إثمتنا جين المشروع نسن سبدن التجارة نسن. بالأمس فرحن وانفحكي السن نهارا نتروكي السن نهارا يقسن غير حرمني يوظن يبدر الزيس نرحار إذ نطغين مليح نهارا واتجين بو مليح المحل نتغي عمان يدوري خوا القارج نتغي النار فعني هوات ما يمي خمني غد سقسي وكوري جن الزين غد يسقسي خنت قرى ذي جن الزين غوين جيم حنش الزي هم دم زواروت إجن الزين إجن ورى ذي جن مجدو مني غوم زواروت وين جيم سالظاهرة يثني تتين. لم يسلم منا أحد إلا من رحم الله، وكفى أن يذل نفسه عند غيره فيطلب الدين. إلا من رحم الله كل جن ذي سقسة أجار نشتو غسطحان تفاح الضاس وذي قاب بالبركة ذي المشروع نهار يهوى تسرح سقسة يقارش خراني ذي قمار واس وذي دار شاب فران قد تسغس فران التسغس فران التسغس فران يكسيخ في السرعة وذي تدياري شاب فران غاري الشيكنس وذي هدياري شاب. كم
من تاجر أعلن إفلاسه، كم من تاجر أعلن إفلاسه وخراب بيته وداره بسبب الدين يكشي مروسة ولزدار إن شاء. كم من تاجر سجن بسبب ديون تراكمت عليه لم يستطع أداءه. ومش حام تاجر إمعام التجارة نسي مروسة إبليك سيد السرعة أويدوها ويخزر بغزة ويخزر بين زمارتي ديار موي زمارتي ديار يصنع دي عمار المحلوها انتي السفر سماروسة يوذن تاس الناس انهارهم يدوذن يجباب نتسن أدازون خوة قرنسو فينشا من يجاق الدير حبس سماروسة. بل كم من تاجر انتحر، شحال من تاجر انتحر ترك من تخسر الملايير ماروسة ويفي اسمي زي غيار آخرها يروح ينداري خفنس بل كم من تاجر أصابه الشلل، بل كم من تاجر أصابته عقدة نفسية، بل كم من تاجر أصابه غم وغم ونكد، بل كم من تاجر خربت داره وشتتت عائلته وأسره. سيماروسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من هذه الديون. أحبتي في الله، كم من شخص غبر ولم يبقى له أثر بسبب ديون أثقلت كاهلة. مش حامن يوذان جني ماروسة أتزار، والله ما أتزار أخستازو واتيفت ما تسغريت ماذ ما يزوق جنة الله أعلم بعلمي كن ستة في مليون سجين رفعتني صدر أحدني ويزمر أحدني رحمة إمي يقارش قديني فراني التاسعي. وقس على ذلك وأغزيت بين رثارنس. أحبتي في الله، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الدين وبين لنا خطورته وأثره على النفس. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة من حديث عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سس الحديث ونتته من سقار النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده الإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. والسق وذم ثمسش تنوم أرميت غثايح أرميت غث حسس الطمأنينة أرميت غث حسس الأمان أرميت غث حسس الهناء لها الدهنس. والسق وذم ثمسش تنوم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله متخستيني يا رسول الله؟ قال الدين. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها بالدين. والمعنى يقصدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين مجلبة للخوف. إذا ما أرواس تجي السذف أنت قد غور غد آخر تقود أنتو الشفر ويشون نشي ياترن نشي ياذرن أشين يا ريد أقرينو تقود أنت خاك دي سخاق في هدار تقود أنت خاك دي سخاق في الخدمة تقود أنت خاك فضح الجاري دوكارن الجاري قرين النش تروح أنت خاك نرفع قاس خوذي غي فضح تقيم أنت خاك نرقوة قاس الخوذي غي فضح تعيش دي ذي قدا دي هدات دي بارة دي ذي قدا دي الخدمة دي ذي قدا سومار وصلني دي الخيرينش. بل بالعكس والأدهى والأمر من ذلك ترجل غامل من خد أسقاق من بوليسية غث الدات ترجل غامل من شتغيس قاعد غير محكمة مقابر غير قاضي ترجل غامل من شغجار رجدي وشيار بلقى تعيش دي ذي قدا والعياذ بالله. أحبتي في الله من هي من يتسكر أخ من يشغث في قدا أخمني شغلت في قدا فوذاشت زقوداني شي تاسن وزمت فضغر قهوة وزمت قيم دي ذدات وزمت قيم دير فروحة تحضر دير فروحة ثورة دير قاع ماني شي تسكوذ منايا يتجارش منايا تسخار قذ يتجش منايا تش ذوار وتكمر ذي ووار وثينا ما رزي صفات المنافقين والعياذ بالله. حفظنا الله وإياكم من صفات المنافقين. ماني يتجش تسخار قذ يجيش تسخارق وقد يوشيش كشك فيه وشي ترجع أغشي غاكي رجع واشي تيف الزلس للاقش سيماني للاقش شهر للاقش شهر يتغيسن لقي كيكي دي فران لقى ترجع السرعة تتمنس لقى فرقي إني ذاش دوغ تمنية شاقش ديني تعيش دكخارق أقش ديني تعيش دكخارق نسق وجدو السان تشذر وقتي يخفنش.
أذا ديسونا ستيليفون حرام خاسي كسي يتسونا يصبح دو عشي 50-60 مكالمة دي النار وخاسي كسي شا أقش أتبذي التين ساري شوات شوات مانيش غي السود منايا يتجاش أتمعامل دي الكبائر أتضد دي الكبائر والعياذ بالله يتجاش أتضد دي الكبائر يتجاش أتحذ التشعر سميزي غثار ذمار واس بل يتجاش أتقد تجارة دي المخدرات ما حند تسغني دي خفنش أتعرض من خك ذمار واس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ماذا؟ كان يتعوذ من المأثم والمغرم. كان يتعوذ من المأثم والمغرم وكان يكثر من التعوذ من هاتين الخصلتين الذميمتين المأثم والمغرم. المغرم أن تثقل كاهلك بحقوق الناس. أتذكر ذي رنشسي ماروسة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال بلت عوذ يا رسول الله زي المغرم. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. إذا غرم إجي يا مروسي خنس يعني يرخ خنس. إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وبعد هذا ماذا؟ تركبه الهموم ويعتريه غم بسبب هذه الديون. نهاره مشغول بكسبه ليله مشغول بهم الدين يفقد راحة النفسية والحياة الطيبة الهانئة في بيته يفقد الأنس مع زوجه ولا يتلذذ بلذة العبادة والخشوع. ولهذا قال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطيبين الطاهرين. أما بعد أحبتي في الله عن ابن جريج قال رآني عمر وأنا متقنع. ابن جريج قرش رآني عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا متقنع يقدوين أثقاريتي غنبو بالنس يارد خسر قب الناس محدوث يعقر ذي الجن. فقال يا أبا خالد إن لقمان كان يقول قد تذل حال الذي تعيش صحابي معروسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد عنهم دينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف كرب الدائنين. كان يقول جريج يزرت عمر بن الخطاب إن شقيغيج قارتي وغنبوب إج القناع وغنبوب محدود يعقرني وذا. فقال يا أبا خالد إن لقمان كان يقول القناع بالليل ريبة. قارتي وغنبوب سجيرث قيت وجشك تشفار قتال. وبالنهار مذلة. فقلت أي جريج ابن جريج إن لقمان لم يكن عليه دين. إن سق لقمان قد هو خسوية ماروس ما حند ذي عيش بيت عيش غنشرخه حالة نفسية متدهورة. فإذا مات من استدان ونتوى ذي سماروس وفي نيته عدم الوفاء ذي النية النسى أنه يتعرب ويا ماروس ابن ذمني ذي النية النسى أنه يتخدس وين ذي ستاسن وقين موجودي قد حيت قماروس ذي الحانت ورجت من ميدي صغير يروح يطحي تقم دار وسخون شريش النس يروح ويعذر تخص 100,000 ويعذر تخص 50,000 تفتي فنوة حاج طمز زيان توا حاج طمز زيان تخوى 50 و100 و200 و300 ولكن طمز زيان تخن السور الشيخ زمن دا شيخ قردس النبي صلى الله عليه وسلم. من مات وفي نيته عدم الوفاء بالدين خسر الحسنات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين دينان إماروس اثنين. فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه
إن شونين وانا ذي خد سماروسا شي زي سيتكفلنا ربي سبحانه وتعالى فأنا وليه. ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم عشرين ألف النقا ولا سقابو قدروست عشرين ألف النقا ذي هم قد سكوه قواذي هم بو عشرين ألف تتار قاذي هم تضم عبد الحسن إيش غيشفع يوم القيامة إيش غيسلك زي الأهوال يوم القيامة ولا سقابو خمسة ألف وها وسقابو خمسين ألف وها وسقابو قغاس ثمانية من دس غادك خمسين ألف النقا هذا سقربت جنر هذا نزار عاد غني جميني قار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أضى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. اللهم احفظنا من الدين يا رب العالمين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإسلام شدد في مسألة الدين تشديدا يحمل المرأة على عدم الاقتراب منه إلا عند الضرورة القصوى. الإسلام يشدد يزير خمار واس يقارش وغاس تقرب إلا ما لتغوث حدشت إلا ما لتغوث محتاج غاس قرب غاس قرب غاس رخني ولكن شكقش في غينة خاس وغاس تقرب شاه مين يا رسول الله وزامد شقر النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة ونتتي إذ يسبين باللي أن الدين يمنع زي المغفرة الذنوب أمار واس إجل السبب أنه الله الله تعالى واش يغفر بوي الذنوب النش يقال اش روح فضكم الدكر النش ذم زوارت يوم القيامة روح فضكيس بالحسنات والسيئات. ففي صحيح مسلم وخطوة الخاتمة النغ وخي موت في سبيل الله قارث النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة قارش وخي موت في سبيل الله الخاتمة استوارت شهادة في سبيل الله ولكن مرت غضي سماروس يمنع من مغفرة ذنبه. من قار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال يسبي نسب لأن الجهاد الإيمان أفضل الأعمال. فقام رجل فقال من الصحابة يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله ما مش تورد إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي قد يغفر الله تعالى مر الخطايا الذنوب الآثام المعاصي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم للسائل كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدركا السائل بجواب آخر أضاف إليه جوابا آخر فقال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين أش يغفر الله تكفر عنك خطاياك كلها إلا الدين إلا يا ماروس إلا يا ماروس مجدو مني مين دي النجارج الله تعالى يبنخ المسامحة العفو الغفران أقانق جاري في السنار بالعالمي ولكن أخمني دي تكوض غوماش يقارش روح في الدكيس روح سلاكيس روح هارس ماروس نزدم زواروت عادر خذني نزاشن نغنيت عادر خذني الله عز وجل اللي تجاوز الذنوب نج الخطايا نج الآثام نج ولكن روح في الدك وماش دم زواروت قذيهان وهذه النبو 30 في نغ مليار نغ مليون نغ اثنين حسنات وسيئات. الدين مما يعاقب عليه في القبر حتى القندر يتمعاقب ذيس الإنسان ترمش بنادم يغارق عند قمار وسط غين وهو نتاري أقيت موعد بالقندر نص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا وأن يحفظنا من الدين. عن جابر قال توفى
توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه جابر النشيم مثل جثار راس نسياذيث نحنضيث نكفنيث ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتد النبي صلى الله عليه وسلم نزج خس يا رسول الله فقلنا تصلي عليه فخطى خطا إقشي سورة في النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه دين خس شو مار واسخواني تتيم مثن قلنا ديناران خسني درهم خسني درهم شي سنين 5000 خسني 10000 خسني 100000 سيدي دوالو غنغنشي فانصرف وخسي الزود شام فتحملهما أبو قتادة الناس أبو قتادة رضي الله عنه أما روصني شي بغي يخدصني يا رسول الله المغرم الناس خفي جنش أما روصني تقرني خفي جنش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بعد ذلك بيوم يعدو خسنها يعدو خسنها الزوج خسنه الشمس يسقس النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ما فعل الديناران أمر وصني من دستقل يا أبا قتادة ما ثاريت ما ثاريت شعر ما سدد دين النخو ما شني مثني غعاث فقال إنما مات أمس قي الله إذنظ يموت يا رسول الله إذنظ علي يموت يقول قال فعاد إليه من الغد في الشمس فروي الشمس يعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قضيتهما يا رخني يا رسول الله أزار من دسين النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا أبا قتادة يا من تحمل دين هذا الميت الآن باردت عليه جلده أرمي ذرخو خسي سمطر مشتنس طوي حارق أرمي ذرخو تسمط خسر مشتنس يكار طو ماروصني أماروصني نكون شنوات نتاري ببنس أماروصني دس نقان شنقا غاس غاس لبس خس من غيك سو ماروصني وزار من دشي قار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزار من دشي قار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وثقة يقارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشن قرص غاس لا بس خاس غاس أقرى من غيك سنفرنكا ومن غيك سماروسا قول سياني ولو ذير ميزان ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقار يقارش مطل الغني ظلم من يقار ابن حجر العسقلاني دي شرح الحديث ونتتي دي صحيح البخاري من دشي قال والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه وإذا كان ذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى ويقول أيضا وفي الحديث الزجر عن المطل المطل بمعنى السرقواج السقواش يسخارة والسام يقارس ما عليش قاغا سار ومن بعد ذا سار ما عليش قاغا سار ومن بعد ذا سار يا درست 8 ثقين تقاس سنتيار وغسي زمة سنتيار يقارس لا ما عليش قاغاس أو 8 عزيز انت عدرق في الدار أو 8 عزيز انت صغط طنوبين أو 8 عزيز انت السارع يفرق التاساش غاس ما عليش النبي صلى الله عليه وسلم يقرش مطل الغني ظل والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة أحبتي في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يقرش نفس المؤمن معلقة ثوير ثوير تتغيمة ثوير ميمي إنش بدينه حتى يقضى عنه إنش ديكوار باو مارواس يتغيما تيوير ما يقصدين النبي صلى الله عليه وسلم معلقة أي محبوس عن الدخول إلى الجنة حتى يقضى عنه دينه حتى يقضى عنه دينه والقصة يثقع في الزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن الأطول وذيج صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إم ثماس توفي أخوه وترك 300 دينار يجى أن يشن يجن 30 مليون 10 مليون يجى وغاسي حنجان دي وجيرن
وترك ولدا صغارا. قال زليحن جان ديم الزيان، فأردت أن أنفق عليهم من ذلك المال الذي تركه. إن شو الزو خسن نفق خسن صار فقس 800 نيجة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخاك يا سعد بن أطول، إن أخاك محبوس بدينه، قوم شق في علق لا إلى الجنة ولا إلى النار، إن أخاك مقبوض محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. روح خد خسمار وصنص. والنبي صلى الله عليه وسلم قدر وصنص، وقد أعلمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه على الغيب الساق بيخ من دين غزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم الحلال والحرام، يبين لهم ما يضرهم وينفعهم، ما يصلحهم ويقوم اعوجاجهم، وما يجعلهم يسلمون في الدنيا والآخرة. إنشي يوم اختلت المروءة وانعدمت الأخلاق وقل الوازع الإيمان في قلوبنا، أصبحنا نسترخص أموال الناس ونأكلها ظلما وعدوانا، كذبا وزورا وبهتانا، لا لشيء، بدعوى أن له مال، بدعوى أنه صاحب غنى، بدعوى أنه صاحب يد طول. عقش النبي الرسل قال روح خد سخماش إن شندر وقتي وذا غين نروح خد سماروس يوني يموتن أتفذ بابا سني غاق سماروس يجدقرا أغز دسني خدام سين باباش قوال غي خد شا يقرس روح الفارث انت، روح الفارث انت، وكني وقت سرمر هذا الفارث انت تاز دس يقش بابا الفارث، يقش الفارث باباش نتاس السلام قوات يخد الشاه، هاي قشد فاري تيخ زغط ميهني دي الجبه بس هو هذي عد باباس انتواسي روح برحار، هذي تموهلك باباس انتواسي روح برحار، هذي معلق باباس انتواسي روح برحار، والعياذ بالله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ آباءنا وأمهاتنا. اذهب فاقضي عنه. قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت نشرح خد خاس وصيغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة قد دعي دينارين. الناس قد قيمش تمغات الدعب لأنه تاسس اثنين دينارين وليست لها بينة. قال أعطها فإنها صادقة. أكشاس قغاس، أكشاس قغاس، صادقة ذي القول النس من دشت النقد صادقة الرسمار وسنس. أحبتي في الله، هذه النصيحة هي موجهة لي أولا، الكلمة يتوجه تيخفين ما حد وتتغقر حد، موجهة لكل من كان على عاتقه درهم أو دينار ديني لجاره ولمن يتعامل معه في التجارة أن يرد ذلك الدين وقت اليسر ووقت توفر المال عنده. مار النصيحة تشختث ونغم جشو ماروس ونذي جشو ماروس وغسمي زي غير هذا الحثياري ورد الجارنس هذا الحثياري ومدكرنس هذا الحثياري ونذي ستاسن قماني غنار قوحقة الساعة تقرضي الدنيا قواصين وغيزان مش كمذو النغنيت وثار ونش قوى الترجة خيك خدسنا ماروسن والترجة خيك خدسنا ماروسن ما لا تغاذي نبوش البينة وتغاذي نبوش الوثيقة جرج دوني كذا ماروس والترجة خيك خدس. روح الريث ما عند زمان، روح الريث ما عند غاكر عمار، روح الريث ما عند النفس توي التار ذيك، روح الريث لأن قمر ظهرك حديهان قواذي النبو درهم ورث دينار وإنما حسنات وسيئات. فاللهم احفظنا من هذا الدين، اللهم احفظنا من الدين، اللهم احفظنا من حقوق الناس، اللهم أعن على رد الحقوق إلى الناس، اللهم أعن الدائنين على رد الدين إلى أصحابه، اللهم أعن الدائنين على رد الدين إلى أصحابه، اللهم وفق الدائنين على تسديد ديونهم، اللهم أعن الدائنين على تسديد ديونهم ورد الحقوق إلى أصحابها ورد الحقوق إلى أصحابها. فاللهم من تجاوز على معسر حقيقة فتجاوز عنه يوم لقائك، اللهم من تجاوز عن معسر في الدين
الدنيا، فاللهم تجاوز عنه يوم القيامة. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين. اللهم لنا مرضى على أسرة بيضاء. اللهم اشفهم وعافهم. اللهم اشفهم وعافهم. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين. اللهم ردهم إلينا معافين من كل داء ومن كل بلاء. اللهم اجعل ما أصابهم في ميزان حسناتهم، واجعلها مغفرة وكفارة من كل الذنوب والآثام. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على بر والدينا. اللهم أعنا على الإحسان إلى الوالدين. اللهم أعنا على الإحسان إلى الوالدين. اللهم احفظ والدينا. اللهم احفظنا والدينا. اللهم احفظ والدينا وبارك لنا فيهما. وبارك لنا فيهما. ومن توفي فاللهم ارحمهما برحمتك الواسعة. ومن توفي فارحمه برحمتك الواسعة. ومن توفي فارحمه برحمتك الواسعة. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. أنت ولي ذلك والقادر عليه. ملك البلاد محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فأنت العزيز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر إن أطلت عليكم، وجزاكم الله خيرا.